اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الفقره الحواريه النهارده فقره مختلفه شويه، يوم الخميس متعودين بنتكلم في ملف التحكيم وفقره الفار، ولكن الاسبوع ده في بطوله استثنائيه لمنتخب الناشئين تحت 17 سنه مواليد 2008. بدايه كانت صعبه وانطلاقه كانت مقلقه لكل المتابعين، خاصه للمراحل السنيه اللي بتشارك في تصفيات افريقيه على مدار السنوات الاخيره، ولكن من خلال جهاز وطني محترم وقوي جدا قدر يخرج من مباراة المغرب عشان يحقق انتصارات متتالية على تونس وعلى الجزائر وعلى ليبيا، عشان مش يصعد بس ويتأهل إلى لنهائيات كأس الأمم، لكن كمان يفوز بالبطولة فين؟ في المغرب اللي بالتأكيد بيستعد وعامل شغل كبير جدا. لذلك النهارده في الفقرة الحوارية بينورنا كابتن أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين وحارس مرمى النادي الأهلي السابق، واللي اشتغل كمان مع أندية كبيره وقويه جدا في الدوري المصري. النهارده بينورنا في برنامج الترند. كابتن احمد بنور الدنيا وسعيد بوجودك معايا. حبيبي يا حماده، وانا اللي متشرف ان انا معاك، والله اول مره على فكره نطلع هوا مع بعض، بس يعني احنا حبايب من زمان وربنا يديم المحبه، وفعلا برنامج الترند فارق كتير مع القناه، واتمنى لك التوفيق دايما يا عم. ربنا يخليك، شكرا جزيلا ليك. طب هبدا معاك من الانجاز اللي اتحقق. وانتوا بتركبوا الطياره ومسافرين المغرب، هل كنتوا تتوقعوا السيناريو اللي حصل في البطوله؟ لا، هو السيناريو ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني السيناريو ده ما حدش يتوقعه تماما، ان انت تبدا باخفاق واخفاق كبير جدا، وبعدين تقدر تخش نفق، والنفق اللي انت داخله ده لازم تطلع الناحيه الثانيه وتمشي على التراك بتاعه، والحمد لله ربنا يرضيك بيه. فالسيناريو لا، احنا كان عندنا امل، كنا لما بنحسب يعني عايزين على الاقل اول مباراتين بالنسبه لنا المغرب والجزائر نطلع باربع نقاط، على اساس المغرب في اول مباراه في ملعبها وجمهورها وفرقه قوامها من ال 20 لعيب في حوالي 14 واحد، والباقي في اكاديميه محمد السادس زيهم زي اللعيبه المحترفه اللي بره. اكيد طبعا بنتكلم على الجزئيه دي. فانت بتتكلم في فرقه كبيره بصراحه، يعني امكانيات هايله كلعيبه، كل السبل المتاحه ليهم، شغالين من سنتين ونص هم وتونس، يعني يمكن احنا والجزائر وليبيا بقالنا تقريبا سنه تقريبا يعني، انما تونس والمغرب تحديدا كان بقالهم سنتين ونص شغالين مجمعين الفرق بتاعتهم. فكانت البدايه بالنسبه لنا احنا كنا عايزين اهم حاجه زي ما بيقولوا كده البدايه، ولكن البدايه كانت اخفاق واخفاق كبير. كانت مفاجاه بالنسبه لكم؟ قوي. انتوا في المطبخ بقى ومع اللعيبه وشايفين المستوى؟ قوي. احنا لعبنا بطوله شمال افريقيا الوديه مع 2007 في شهر 4، قابلنا المنتخبات دي في السن الاكبر منها واستطعنا ان احنا نكسب. يعني مثلا المغرب 2007 كسبناهم 3-1 في البطوله دي، البطوله اللي هي بتاعت الجزائر اللي كانت في الجزائر، وتعادلنا ساعتها مع تونس وتعادلنا مع الجزائر، وكسبنا ليبيا والمغرب وخدنا البطوله برده ب8 بونت، ده برده كان رزق رب، بس كنا في 2000 بنلعب 2007. انما انت حتى الماتشات الوديه يمكن خسرت ماتشين كان فرقه روسيا لما جم لعبونا هنا، بقيت الماتشات الحمد لله بقى كنت انت ليدنج على اردن كويت، وزي ما قلت لك فرق شمال افريقيا في الدوره الوديه. اول مره نخسر ونخسر بالرقم ده، يعني ما حصلتش ان احنا نخسر، كنا بنخسر مثلا 2-1 3-2 مقبول في الكوره ما عادي، انما 5-1 بالطريقه دي وبحاله اللعيبه اللي انت تلاقي 11 لعيب في الملعب اللي بينزلوا تغيير غير موفقين ومش واقفين على رجلهم، مش عارف اسباب كتير طبعا، منها اسباب فنيه ومنها اسباب نفسيه ومنها اسباب ان احنا يمكن سافرنا قبل البطوله بثلاث ايام بس، ودي برضو فيها مشكله، يعني خلي بالك محتاجه بدري شويه بس مش بتاعتنا، خلي بالك دي المستضيفين، يعني كل الفرق راحت قبل البطوله بثلاث ايام مش احنا بس. تمام. فالاستضافه من المغرب كانت محدده 72 ساعه 72 ساعه. كنا عاملين حسابنا نسافر قبلها باسبوع بس هم رفضوا. الاجواء عادي ممكن تسافر قبلها باسبوع، الاتحاد يتحمل تكاليف اربع ايام ما رضيوش اصلا. مين؟ المغرب. الاتحاد المغربي؟ ما رضيوش اصلا، لان هم كانوا محددين لنا فندق هننزل فيه، حتى قلنا نروح حته ثانيه وبتاع، كنا المفروض احنا البطوله دي في كازابلانكا. اول مباراه بتاعت المغرب دي لعبونا في حته اسمها المحمديه. تبعد حوالي مثلا 25 كيلو عن كازابلانكا، فاحنا قاعدين في حته بعيد عن الاربع فرق التانيين. تمام. يعني احنا كنا قاعدين لوحدينا في اول مباراه دي، مالناش دعوه باي حد، ما حدش بقى قاعد معانا، كلهم قاعدين في كازابلانكا واحنا قاعدين لوحدينا في فندق لوحدينا خالص. هو عايزك تخلص اللقاء الاول وبعد كده براحتك. بعد كده افكر بقى. بعد الماتش الاولاني ده رجعنا بقى احنا كازابلانكا وقعدنا في الفندق. دي حقيقه.
طب فين استاذ جمال علام؟ فين ايهاب الكومي؟ بص اصل دي حاجات التحديد بتاعها، لا ده دكتور ايهاب عمل اول يوم ما وصلنا قبل ما نحط الشنط قال لنا ما تطلعوش ما تحطوش الشنط. تمام. احنا هنمشي من الفندق ده، هنمشي من الفندق ده. فندق يعني كان على يعني على قد الحال يعني شويه، مع ان المغرب بتشتهر بفنادقها الكبيره. امكانيات عاليه جدا طبعا. جد. ولكن كنا احنا قاعدين في فندق من غير ذكر اسامي، ما كانش يعني مش ممكن اقول لك ثلاث نجوم او اقل كمان. ودكتور ايهاب طلب ان احنا ما نطلعش الشنط، وكلم الناس في الاتحاد شمال افريقيا، وكلم الناس في الاتحاد المغربي فعلا. وجم، هم جم عندنا الفندق، بس قال له ما فيش حل، لان دي قريه او مدينه صغيره ما فيهاش غير الفندق ده وفندق تاني نازل فيه الحكام، فما نقدرش نحطكم على الحكام. فهي ما اعرفش بقى متبيته يعني، ما ابص اصل اللهم لا ظن. المشهد كله وصلك للنتيجه دي بالظبط. فالمباراه كانت صعبه، خاصة ان احنا نزلنا بنهاجم وبنلعب ند بند، واحنا بنضيع وهم بيضيعوا، احنا بنضيع وهم بيضيعوا، وطلعت الشوط الاولاني خسران 1-0 وانت لسه في الجيم. بعد جون ما جه كورنر في العارضه، الكره اللي بعديها شوطه في العارضه، فهي مدياك ضهرها من بدري، بس احنا نازلين الشوط الثاني ان شاء الله نتعادل ونكسب. وفعلا ضيعنا، وبعد كده في ثلاث دقائق او اربع دقائق دخل فينا ثلاث اجوان. في اربع دقائق. بقت النتيجه 4-0. خلاص بقى كله ضلمه. عارف الجون الثاني الكره بين السرد باك والباك رايت، فده بيعزم على ده شوت وده بيعزم على ده شوت، الاثنين جم يشوطوا مع بعض وقعوا، خبطوا في بعض وقعوا، راحت للراجل حطها في بطن رجليه. الثاني الثالث الباك ليفت بيطلع هو عشان اشول، بيطلع برجله اليمين راح حاططها على نقطه البيلن، الراجل بيحط بطن رجله في الجوه. الرابع الكره معانا، السرد باك عايز يرقص، راح الولد واخدها وراح مرقصه ثاني وراح رايح الجون وعمال احط يعني، فاهم؟ في ثلاث دقائق. فخلاص بقى هي اللعيبه داي اوف من بكل الجوانب بكل حاجه. فخلاص الماتش خلص 5-1 وخلصنا. بس هنا لازم ارجع لنقطه مهمه جدا. من خبرات كابتن احمد الكاس ومن اخلاقه، انه وقف في قلب الملعب لم الفرقه كلها كدايره حواليه، ووقف في النص واتكلم ونزل دكتور ايهاب كوم من فوق وقال انا متحمل المسؤوليه تامه، احنا خسرنا النهارده بس هنصعد، احنا خسرنا النهارده بس ربنا بيبتلينا عشان يشوف احنا رجاله ولا لا. انا عايزكم تنزلوا تسجدوا كلكم دلوقتي سجدة شكر لله سبحانه وتعالى على النتيجه دي، كابتن كاس. وتنزلوا تسجدوا، وبعد كده ما تفكروش في اي حاجه، احنا لسه ما جيناش المغرب، احنا هنيجي المغرب من الثلاث ماتشات بكره جاي. الصبح بكره الصبح احنا هنيجي المغرب بكره الصبح، الماتش ده احنا لسه ما جيناش، انا عندي ثقه فيكم كامله وان شاء الله هنصعد. والكلام ده مسجل، واتمنى ان كان في صور مع 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 المنسق الاعلامي استاذ محمد الصاغ، اتمنى انه ينزلها، ان دي لحظه دي اللي غيرت فكر الاولاد، لان خلي بالك انت من الرابع واللعيبه في الملعب بتعيط. تمام، من الجون الرابع، من الجون الرابع واللعيبه بتعيط، مش مصدقين ما حصلتش، مش مصدقين نفسهم، مش مصدقين، مش ده التيم اللي بيستعد بقاله فتره بيكسب بالظبط بالظبط. فانت اللعيبه اللي في الملعب كلهم قعدوا في الارض، هو قومهم، كابتن راح لهم واحد واحد وخدهم من اماكنهم وما تعيطش وخلاص، وما فيش راجل بيعيط، واحنا 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 واحنا. فدي كانت يمكن اللحظه الفارقه اللي اتغير فيها السيناريو من الخساره والخروج الى الفوز والصعود. دي من وجهه نظر انا يعني. وبعد كده الاحلى والاجمل ان الكابتن احمد طلع في الاعلام في مصر مع كل الضرب والتقطيع اللي حصل فينا، احنا يعني تقطعنا وحق الناس، انا ما بقولش حاجه، حق الناس تنقد، بس مش من حقها انها تصف صفات تخلي الولاد يعني، اصل خلي بالك انت هم طعنوهم في حاجات كتير، وطعنونا احنا كجهاز في حاجات كتير جدا، مع ان في حاجات خارجه عن ارادتنا. قبل ما نسافر ب10 ايام بتلاقي جزء من اللعيبه اللي معاك مش موجود. عارف ليه يا كابتن فوزي؟ بس ليه الانتقادات كانت حاده شويه، من مش من الكل، من البعض في نفس الوقت كان ميكالي. بص يا محمد انا بقطعك بس معلش، انت قلت انتقاد وانا معاك في الانتقاد، انتقدني زي ما انت عايز. هو كان في خروج عن النص؟ يمكن نتائج ميكالي مع نتائجكم في المرقاء الاول هي اللي خلت بقى الصوره تظهر يمكن بالشكل ده. يمكن الصوره تكون كده، بس انا برضو عايز اتكلم مع الناس، دول ولاد صغيرين. الكلمه تفرق مع انت مش انت لو بتهاجم منتخب مصر الكبير هتلاقي برضو في لعيبه زعلت. ده الكبار بيزعلوا. فاهمني؟ وممكن ما تاثرش معاهم لان ده منتخب مصر الكبير، لعيبه ناضجه، لعيبه عندها عائلات وعندها يعني ناس مسؤوله عن، انما دول اطفال مهما كان 17 سنه في حكم الرجال، ولكنهم لسه خبراتهم قليله. اول مباراه رسميه لعبوها باسم بقميص منتخب مصر، في حاجات كتير كده يعني كان فيها خروج شويه عن النص. لا، وكمان جزئيه السفر والتحضير
وان لا هي تيجي 72 ساعه لا يعني الناس لو تعرف التفاصيل دي يعني لا كنا هنحط اعذار ليكوا على الاقل في اللقاء الاول. بص الحمد لله ان ما كانش فيه اعذار والحمد لله ان الناس لا وانتوا ما طلعتوش وضحتوا ده حتى ولا بررتوا ده ولا حد اتكلم ركزتوا في البطوله برضه. والكابتن احمد قال احنا من هنا لحد اخر يوم في البطوله مش هنفتح بقنا ولا حد اتصل بينا ما تردوش واي حد يكلمكم قولوا له كلم كابتن احمد الكاس. وعشان كده بقول لك شجاعه منقطعه النظير من كابتن احمد بصراحه بالامانه يعني كشخصيه فوق الوصف. ففعلا فعلا قدر يشيل الضغوط من على اللعيبه ويحولها عليه هو، بس كان الضغط علينا صعب شويه في نفس الليله دي برضه عشان الليله دي كئيبه يعني الواحد ما يقدرش ينساها. كلفنا ان كل واحد فينا احنا الاربعه يخش غرفه من اللعيبه غرفه حد من اللعيبه كل اتنين يقعد معاهم مع بعض ولفينا على ال 11 غرفه وقعدنا معاهم وكل واحد ممكن انا كابتن احمد يكون طالع من الغرفه دي بعدها بخمس دقائق اخش انا وهكذا ونقعد نهرج مع اللعيبه تهيئوهم شويه للي احنا بنهرج واحنا بنعيط خرجوهم بره احنا بنهرج واحنا من جوانا بنعيط. ياه الموضوع صعب برضو خلي بالك الموضوع اصل صعب. المشهد ده بيفكرني بمشهد مصر والارجنتين فاكر لما كنا بنلعب سبعة كابتن شوا غريب وخسروا سبعة واحد وخسرنا وتقريبا لعبنا الارجنتين في قبل في الثالث والرابع لا في الثالث والرابع الثالث والرابع وكسبنا 1-0 باين وخدنا ثالث على ما اتذكر يعني. هو تقريبا نفس المشهد تقريبا نفس الصعوبه ونفس المشهد زي مشهد المغرب ومصر في 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 باريس في الاولمبياد برضه نفس القصه ماشيين كويس قوي وجي ماتش داي اوف فخلاص خلصت قفلت بس هو ضيوف بتاعنا بيجي مع المغرب بس ليه مش عارف سبحان الله بس يعني الحمد لله يمكن اللعيبه دي لازم تشكر اللعيبه دي لازم الناس تعرف ان عندها روح عاليه جدا 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 فوق ما تتخيل. انت الجزائر خسران 1-0 الشوط الاولاني لحد الدقيقه 51 اتعادلت وبعدين في الدقيقه 64 كسبت قدرت ترجع بعد المنتدى وانت خسران 5 الماتش اللي فات والمفروض خسران 1 فخلاص بقى كله يرمي الفوطه لا اعتقد ان الولاد كان عندهم ثبات انفعالي قوي جدا ما كانش موجود في الماتش الاولاني. الماتش الثاني بقى اللي هو الثالث اللي هو اصعب ماتش بتاع تونس ده بس قبل ما نروح لتونس مدرب حراس المرمى ومعاه حارس مرمى دخل مرماه 5 اهداف تمام ده بقى ليه تعامل مختلف تمام فكرتك وقتها هيئته ازاي؟ قرارك في المباراه التاليه يلعب ولا تنزل بالبديل عشان تحضر التاني والتاني تبدا تشتغل معاه عشان الماتشات التانيه؟ لا احكي لي اللي حصل تحديدا في مركز حراسه المرمى لان ال 10 لعيبه كوم وحارس المرمى اللي يدخل مرماه 5 اهداف ده كوم تاني خالص. طيب بعد المباراه مباشره وقعد نزل الحارس عمرو عادل هو حارس زد قعد في ال 18 كان بيعيط فنزلت له انا وعمر عبد العزيز اللي هو الحارس بتاع الزمالك الحارس الثاني وانا ما عنديش احتياطي واساسي بس عشان تبقى الكلمه يعني مفهومه صح هما الاثنين اللي يركب يلعب تمام دي كوره يعني فاهمني ال 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 الحراس مش بعاد عن بعض كلهم قريبين من بعض وخصوصا في السن ده فهي بتفرق بس في ايه في الشخصيه وتحمل فوارق بسيطه يعني بالظبط يعني المهم فبعد المباراه نزلت له قلت له انت زعلان ليه هو بص للامانه الولد اتظلم الفرقه كلها وحشه وهو جه في 5 اهداف ما يسالش غير على الهدف الاخير منهم وكان الهدف الاخير ده هو زي ما تقول وصلت بقى لمرحله ان انت بتلعب في الدقيقه 90 وخسران 4-1 فمش فارق معاك فبدل ما يترمي على الكوره بايديه نزل برجليه والكوره عدت من فوق رجليه ودخلت فانا رحت له قلت له انت راجل ايه يعني ايه اللي بيحصل وما فيش اي حاجه وتعالى واقف مع الكابتن احمد كان ساعتها زي ما قلت لحضرتك الكابتن احمد وقفنا في دايره نص الملعب اعتقد ان بعد رحت الفندق تعمدت اليوم ده ان انا ما اروحلوش ليه عشان هو اصلا اوريدي مش طايق نفسه ولو جيت له انا بالذات هيستفز اكتر هيبقى متضايق وعايز يتكلم وعايز يخرج ف سوحت عليه كابتن محمد ابراهيم وقلت له روح له انت وهديه واضحك معاه وكلام من ده وبتاع وسيبني انا بكره. تاني يوم في التمرين خدته وقلت له يا ابني انت لسه اول ماتش تلعبه لمنتخب مصر. ياما هتبقى عايز تقلع الجوانتي وتحفر في الارض وتدفن نفسك والناس تردم عليك وياما هتبقى عايز تقلع التيشيرت وتمشي وتقول انا هو انا هو انا هو انا هو. فالكوره فيها كده وفيها كده. اليوم مش يومك بعد بكره اليوم هيبقى يومك وانت اللي هتكسبنا بس انا كان عندي قرار ساعتها او كنت يعني قبل ما اتفق مع كابتن احمد ان احنا نغير ليه الولد نفسيا كان صعب انه يلعب الماتش اللي بعده
وعلى العكس كان عمر او الحارس الثاني نفسه يلعب الماتش اللي بعده. دلوقتي انت في حاله يا الجون لو لعب الماتش الثاني لا قدر الله خسرنا لا قدر الله كان ده هيندفن في الكوره. مصر كلها كانت هتقول ده فلان وفلان وفلان واتقطع فيا وفيه وفي الدنيا كلها، تمام؟ مظبوط. طيب الحل ايه؟ ادي اللي عايز ياخد وريح ده وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك النتائج عامله ازاي. اتكلمت مع التاني قلت له يا عمر انت ان شاء الله انت اللي هتلعب بعد بكره، ركز وحط في دماغك ان احنا كده كده اوت من البطوله، احنا بره البطوله. اوكي. احنا كده كده مش فارق معانا. انا مش عايزك تلعب تحت اي ضغط. انت عايز تنزله الملعب وهو نازل يستمتع بلعب الكوره. بس انا مش عايز غير دي. انا عايزه، قلت له العب اللي عندك. انت حارس كبير زيك زي عمرو عادل. انتوا الاثنين زي بعض. انا بقى بقول لك اهو احنا خسرنا خمسه، هنخسر ايه اكتر من كده؟ يا عم انزل وخسرنا. تمام؟ الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الولد كان من اسباب المكسب في الماتش الثاني بتاع الجزائر. وكابتن الكاس اتفق معاك على التغيير. كابتن احمد برضو كان معايا في نفس القصه. لان عمرو خلي بالك والله لا يسال غير عن هدف واحد من الخمسه، ولكن هو خلاص بقى الولد ظروف المباراه بقى تحمل على فكره وكتافه الفرقه كلها. فاهمني؟ فانا لو كنت دفعت بيه كنت ممكن اخلص عليه خالص. صحيح كان ممكن يخرج من اللي هو فيه، ولكن هو ربنا قاسم كده. فبعد الماتش الثاني عمر لعب الحمد لله كان كويس وعمر كمل البطوله. انما انا عايز ارجع واقول حاجه هنا انصافا لعمرو عادل، ان الاثنين دول بعد يعني فتره بعد 3 4 سنين هيبقوا من احسن اجوان موجوده في مصر. وعمرو عادل تحديدا يعني عشان ما اقولش ان انا يعني بكذب، بس انا شايف انه هيبقى الولد ده لو ركز بنفس الطريقه اللي هو ماشي بيها دلوقتي هيبقى خليفه عصام الحضري. وانا بقول عصام الحضري لانه من كفر البطيخ من دمياط، من نفس من المدينه، نفس بلد عصام، من نفس القريه ومن نفس ونفس الدماغ ونفس المثابره على التمرين. فانا عارف ان الولد ده بعد 3 4 5 سنين مع الشغل اللي بياخده في نادي زد احقاقا للحق هيبقى حاجه ثانيه. تعرف الحضري برضه في السن الصغير ده لما كان بيلعب مع كرول ايام منتخب اولمبي فاكر كان بيدخل في جوان غريبه. فاكر واول ما جه الاهلي ليه ليه ماتش الاهلي ودمياط 5-1 كان بنفس الطريقه، وكان عصام السنه اللي كان جاي فيها عصام كنا بنلاعبهم وعصام واقف يعني عصام قدامنا، وكانت الاهداف كان منى باين ولا شاط لا ابو الدهب شاط كوره مثلا من 40 يارده ودخلت عادي. ما هو انت دلوقتي حاجه وبعد 3 4 سنين حاجه، مع الوقت والشغل والتطور هيبقى حاجه ثانيه. فانا بقول لك عشان برضو عمرو ياخد حقه زي ما عمر خد حقه وقدر ان هو يرجعنا والحمد لله ربنا رضانا وقدرنا ناخد التسع بونت. لا انا برضو بقول ان عمرو ان شاء الله هيجي له وقته وهو اللي هيكسبنا، ومحدش عارف بطوله افريقيا الدنيا هتمشي ازاي. طيب بعد ماتش المغرب بقى رحت لتونس وترتيب الماتشات بعد كده. تمام. ثلاث نقط بقى ادوكوا فتحت النفس شويه. طب انا اقول لك حاجه. اتفضل. يمكن اول مره تتقال. احنا ربنا كان رايل لنا ان احنا نصعد بكل الطرق. هتقول لي ازاي؟ ازاي؟ ترتيب الماتشات تحديدا احنا بنلعب احنا خمس فرق. فكل ماتش في دي اوف في باي لفرقه او باي لفرقه. تمام؟ ابتدينا بالمغرب اللي هي اصعب فرقه. اوكي. وبعديها الجزائر بعد 3 ايام وريحنا. طب ايه بقى الفرق؟ ايه الفرق؟ اقول لك الفرق ايه؟ تونس خدت الاربع ماتشات سك. ليبيا خدت الاربع ماتشات سك. يعني تونس لعبت اول 4 مباريات ورا بعض. متتاليه. وليبيا اخر 4 مباريات. مفيش راحه في النص. بس الاربع مباريات متتاليه دي ماتش كل 3 ايام في سكواد 20 لعيب بس منهم 3 حراس او حارسين على حسب كل فرقه، فانت ما عندكش ضغط. الضغط عالي قوي. احنا بقى الوحيدين اللي كان سبحان الله سبحان الله احنا القرعه عملت كده مريح القرعه. احنا مالناش دعوه. مريحين فين؟ في النص. في النص. ومريحين قبل اهم ماتش اللي هو ايه بالنسبه لنا؟ تونس. فهو ربنا برضو قدر لنا سبحانه وتعالى الترتيب ده من عنده، وان انت تلعب تونس اخر ماتش ليها وهي واخده الاربع ماتشات في التسع ايام دي كانت برضو حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالترتيب سبحان من عند ربنا الحمد لله كان كويس. بعد ما خلصنا الجزائر تونس في نفس اليوم اتعادلت مع المغرب وبقت الدنيا صعب. خلاص بقى تونس فاضل لها تتعادل مع كسبت خلاص هتكسب الثالث ليبيا. كسبت الثالث ليبيا واحنا مريحين وهتلعبنا. وعندها 7 بونت واحنا 3 نقاط واخر ماتش ليها. نزلنا الجيم والله العظيم الماتش ده نكسب 8. ضيعت فرص كتير قوي. والله العظيم نكسب 8 بس الكوره مش عايزه تخش. مش عايز تخش. واي حاجه تتشط علينا تخش. فاهمني؟ 1-0 لتونس نتعادل. وبعدين 2-1 بنفاول
والله انت الشوط الاولاني 4 تجوان كره في قلب الجون مش عايزه تخش، مش عايزه الجون يصد، السيرد باك يطلع، تيجي في العارضه كورتين في العارضه، حاجه كده غريبه. وهم بيضيعوا وقت بطريقه استفزازيه صعبه جدا. انت عارف بقى فرق الشمال جد ده موضوع صعب جدا جدا ده مع الولاد دول. وبعدين هو واخد نقط اعلى منك فمش عايز يخسر. هو مش عايز يخسر بس هو عايز يتعادل ضمن الصعود. خلاص واحنا ما لناش لازم يعني، خلاص مش هنكمل الماتش ليه بقى، يبقى التحصيل حاصل. وربنا يرضينا سبحانه وتعالى كابتن احمد يعمل تغييرتين منهم، واحد عبد العزيز الزغبي ينزل يجيب جونين في 3 دقائق، وفرحه هستيريه عارمه. وفعلا يعني ربنا بيرضينا ان كل خطوه بتكسب وبتروح و و و و. فبص انا من الماتشات القليله اللي ممكن اتكلم عليها ماتش تونس ده، لان احنا لعبنا فيها باربعه تكتيك، في 4 خطط 4 طرق. طيب خطط هرجع اكمل معاك قصه تونس واللي حصل بعد المباراه والاجواء بتاعتها، بس اخرج فاصل، لان انت بصراحه يعني بتحكي سيناريو جميل جدا وفي سسبنس وفي تفاصيل ممتعه. فنفصل دقايق كده ونرجع اكيد، لكن نخرج الى فاصل ثم نواصل كلامنا بالتاكيد الجميل جدا والممتع والحوار الثري مع كابتن احمد فوزي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند والفقره الحواريه مع الكابتن احمد فوزي. ولكن واحنا في الفقره الحواريه، رابطه الانديه اصدرت قرارات متعلقه بنسخه مسابقات الرابطه اللي هتنطلق باذن الله الشهر المقبل. يمكن الرابطه السنه دي عامله نظام مختلف، مفيش نظام النوك اوت، عامله مجموعات. احنا عندنا 18 فريق في الدوري العام، فانت هتقسم المجموعات مثلا على 4 مجموعات، كل مجموعه فيها 4 فرق، ولكن في مجموعتين فيهم 5 فرق. فبالتالي هنشوف النهارده شكل المباريات وترتيب المباريات ازاي. في مجموعات كل فريق يلعب 3 ماتشات، وفي مجموعات اخرى كل فريق يلعب 4 مباريات. المفاجاه بالنسبه لنا لما تم الاعلان منذ دقائق قليله جدا عن مباريات كاس الرابطه، النادي الاهلي قدامكم اهو على الشاشه، الجوله الاولى هيلعبها مع انبي يوم 10 ديسمبر. قدامكم اهو دي جدول المباريات، الاهلي وانبي يوم 10 ديسمبر. شايفين باقي الماتشات بقى، الاهلي وانبي ده في استاد السلام الساعه 7، احنا هنتكلم على الاهلي تحديدا. طيب الجولة الثانية يوم 22 مارس 2025 مع حرس الحدود. الجولة الثالثة 22 ابريل مع فاركو. 22 ابريل 2025، إذا الأهلي عنده في المجموعة مع إنبي، حرس الحدود وفاركو. هيلعب 10 ديسمبر مع إنبي، 22 مارس مع حرس الحدود، 22 ابريل مع فاركو. وشايفين بقى الأدوار النهائية أهو، ربع النهائي أول المجموعة الأولى بيلاعب تاني المجموعه الثانيه. هم 4 مجموعات، كل مجموعه 4 فرق، ولكن في مجموعتين هم بس اللي 5 فرق. طب هو الاهلي اصلا في انهي مجموعه؟ ما هو الاهلي هيقولوا لنا دلوقتي الاهلي بالظبط في انهي مجموعه. هو حتى فوجئنا، ما كانش هو كان في قرعه ولا كان في النظام النهارده، احنا اتفاجئنا بترتيب المباريات وجدول المباريات. ربع النهائي الاول المجموعه الاولى مع تاني المجموعه الثانيه، اول المجموعه الثانيه هيبقى نظام المقص يعني، والثالثه يواجه الرابعه، وبعد كده نصف النهائي يوم 6/6 والفاينل يوم 9/6. إذن البطولة مستمرة ابتداء من 10 ديسمبر لغاية 9/6/2025. ده الأهلي المفروض 9/6 دي بيستعد للسفر لأمريكا. طيب لكل حدث حديث لما نقرب من وقت شهر 6 ده إن شاء الله، لو الأهلي كمل في البطولة إذا لعب بس بالفيرست تيم. ولكن عايز أقول حاجة مهمة جدا، 10 ديسمبر مباراة الأهلي مع إنبي حسب معلوماتي، وده قلناه قبل كده، الأهلي عنده مباراة مع أورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر في جوهانسبرج. هيرجع هيبقى عنده 48 ساعة يوم 8 ديسمبر و9 ديسمبر يتمرن، ويسافر 10 ديسمبر يوم مباراة الأهلي وإنبي ده، الأهلي هيسافر إلى قطر، وتم تحديد ميعاد السفر والفيفا تم إختاره بالمواعيد وكل حاجة ترتبت خلاص بالسفر يوم 10 ديسمبر. هل هذه المباراة هتبقى بالفيرست تيم ولا ممكن يتم الاتفاق إن الأهلي ممكن يلعب بفريق الأهلي مواليد 2005 اللي بيقوده حاليا الكابتن عبد الحميد حسن ميدو؟ ده هنحاول نعرفه إذا ما كانش في الحلقة النهاردة بإذن الله الأسبوع اللي جاي لما يكون عندنا تفاصيل أكتر. بس فكرة الأهلي يلعب بالفيرست تيم بعد العودة من جوهانسبرج بيومين في الماتش ده، وهو مسافر قطر في نفس اليوم، عنده ماتش بعد 72 ساعة في مباراة جايزتها بس لوحدها بدل ما يبقى معاك 2 مليون دولار يبقى معاك 4 مليون دولار، فالموضوع يعني ليه أبعاد مختلفة كبيرة جدا. تحب تعلق على ماتشات كأس الرابطة ولا؟ لا أنا مش يعني مش عايز أعلق، لأن ما أعرفش اتعملت إمتى، وأعتقد إن ما حدش دعا للقرعة. أنا فاجئت بالخبر ده دلوقتي. أيوه يعني فأنا مش عارف الظروف إيه، وما أعرفش موضوع 10 ديسمبر ده، المفروض إن دي حاجة يبقى اللي بيعمل القرعة واخد باله منها،
انما ممكن يتعدل ويبقى ليهم 9 مثلا، كده كده حتى لو 9 الاهلي راجع من جنوب افريقيا 7 اه ممكن سبعة بالليل. يعني هو هيلعب يوم 7 زي ما قلت لك ويرجع بالليل. زي ما قلت لك اعتقد ان النادي الاهلي هيلعب بالصف الثالث او بالفرقه بتاعه 2005، ده وارد جدا، وهتبقى بالنسبه له بيشارك لعيبه في بطوله رسميه وتبقى حاجه كويسه جدا. ولسه الماتش الثاني حتى 22 مارس يعني اه لا دي ساحة. من هنا لهناك ربنا يحلها، وقتها ممكن يلعب بالفيرست تيم لو الظروف سمحت يعني ان شاء الله. طب ارجع معاك بقى للسيناريو الجميل اللي بتحكيه، انا عايز اتكلم معاك، انت بتحكي دراما، عارف الدراما يا كابتن احمد؟ ايوه عارف والله عارف، بس احنا عشناها، انا عشتها حقا يعني، مش انا لوحدي، احنا الجهاز واللعيبه وكلنا عشناها على ارض الواقع حقا. الجهاز يا جماعه عشان اكد بس ورا الكابتن احمد فوزي، الجهاز المدير الفني الكابتن احمد الكاس صاحب التاريخ الطويل الكبير جدا في الاولمبي وفي الزمالك، يعني كابتن كاس ده حاجه جميله جدا في الكوره، كابتن محمد ابراهيم مدرب، كابتن رامي عادل مدرب، كابتن احمد فوزي مدرب حراس مرمى، في زميلنا الصحفي محمد الصايغ منسق اعلامي، الكابتن وليد مهدي مدير اداري، الجهاز الطبي برضه يا كابتن احمد لو تقول لنا بقى عن الجهاز. طبعا دكتور عمرو طه اصابات ملاعب، دكتور محمد الششتاوي تاهيل، دكتور مجدي وكوك علاج طبيعي، دكتور علاء الجوهري مخطط احمال، كابتن محمد السيد مدلك ابن النادي الاهلي برضه وحبيبنا يعني تقريبا كده ان شاء الله، وعم شريف نعيم ده مسؤول المهمات. مسؤول المهمات، الف مبروك للجميع، وبالتاكيد الكل اجتهد واشتغل وربنا كرم الجميع بهذا الفوز وهذه البطوله. طيب ماتش تونس تمام، وبعد المباراه بقى وعندك باي وعندك الجزائر وليبيا تمام. يمكن الست ايام بتوع ماتش الجزائر وتونس اللي هو الفرق بين الجزائر وتونس اصعب ست ايام بقى، شوف بقى 5-1 انتظار مباراه تونس كانت اصعب من اي حاجه، اصعب. انت كل شغلك الشاغل تونس بتلعب ازاي، بيلعبوا بكام طريقه، طريقه لعبهم عامله ازاي، اتفرجنا على ماتشات لايف ليهم اللي هو كان الماتش الثالث، تونس كانت بتلعب المغرب وتعادلت معاها، تعادلت معاها، تخيل انت فرقه خسران منها 5 واللي انت هتلاعبها متعادله مع المغرب. اوكي بالظبط يعني وخلي بالك هي الفرقه مش ما كانتش قويه جدا برضو في ماتش المغرب، يمكن المغرب ضيعت جوان كتير جدا، ولكن تونس قدرت راحت باربع فرص جابت جونين، على عكس المغرب يمكن راحت بتسع فرص جابت جونين. فعندهم خط دفاع قوي وعندهم سترايكر لعيب كبير جدا، واعتقد ان الولد ده هيروح اوروبا في احسن حته، انا ما اعرفش هو محترف ولا لا بصراحه، بس هم عندهم باك رايت عالمي عالمي اه بصراحه يعني ما شاء الله. لفت للنظر كابتن احمد اسف لو قطعتك، لا اتفضل، انت بتلعب المغرب 9 أو 10 في الملعب اساسي كلهم في اوروبا تمام محترفين تمام، طب اللي مش محترفين بيلعبوا فين؟ بس اقول لك هل في اكاديميات ولا هل في انديه الرجاء والوداد في قطاعات الناشئين هناك نظامهم زينا ولا نظام مختلف؟ لا هناك مختلف تماما. ازاي بقى؟ خلي بالك الرجاء والوداد ما فيش لعيبه كانت من عندهم، كان في من الجيش الملكي لعيب، وكان في من اعتقد على اولمبيك باين اولمبيك فاسي باين اولمبيك فاسي حاجه كده مش فاكر يعني، والباقي ماشي، والباقي كلهم اكاديميه محمد السادس اكاديميه الاكاديميه احسن من اي نادي موجود في المغرب وممكن في افريقيا كلها في التعليم والتاسيس، واللعيبه بيبقى احتكاكها مع لعيبه اوروبا بس، حتى الماتشات بيطلعوا يلعبوا هنا ماتشات في اوروبا ما بيلعبوش في المغرب غير قليل جدا. متاسسين صح، جايبين لهم مدربين خاصين ودكاتره ومدرسين للدروس، مش بس دروس، لا دروس تاهيليه، بيعلموهم لغات وبيعلموهم ثقافات وبيعلموا يعني. اكاديميه محمد السادس دي حاجه ما شاء الله كبيره جدا، اعتقد ان خرج منها اشرف حكيمي، خرج منها ياسين بونو، خرج منها اشرف حكيمي وياسين بونو، في لعيبه كتير على فكره عشان بس ما ننساش حد، لا يعني هم لعيبه كتير جدا خرجوا منها، فهي مؤهله، اعتقد في لعيبه في منتخب الشباب برضو بتاع ال 20 سنه في من اكاديميه محمد السادس. فهي لا هم هناك الشغل يعني اعتقد بيشتغلوا على قدم وساق يعني. نتمنى، بص لاول مره اقول لك نتمنى نحظو حظوهم في هذه النقطه يعني، هذه الجزئيه وهذه الفكره. طبعا طبعا هرجع لك لتونس، تونس مثلا بس عندها تونس برضو المغرب كان عندها لعيب محترف بيلعب في اوروبا مع منتخب هولندا، نحكي ده يعني ده كابتن منتخب هولندا، كابتن منتخب هولندا اسمه عبد الله الوزان، عبد الله الوزان كان بيلعب، هو كابتن منتخب هولندا رقم 8 بيلعب في اياكس، بيلعب 8 يعني في الملعب مكانه مركز مركز 8، كان كابتن منتخب هولندا، لعبه في التصفيات بتاعه اوروبا وهولندا ما وصلتش، فالمغرب طلبته فجه لعب مع المغرب، وعلى فكره بعد الماتش الثالث
لما ضمنوا الصعود بعتوا له طياره خاصه من اياكس تاخده عشان كان عندهم ماتش في بطوله اوروبا الناشئين. ده وضع مختلف تماما. لا ده لعيب، ده لعيب ان شاء الله هيبقى حاجه كبيره قوي في العالم. يعني بصراحه يعني لعيب كبير جدا. عندهم احمد اصل انا قلت لك لعيبه عندهم، لا عندهم كميه لعيبه رهيبه. المغرب قدامها 10 15 سنه كمان هتطلع لك حاجات محترمه. عارف ليه انا بسالك الاسئله دي؟ عشان المشاهد اللي معانا لما يتفرج ويشوف النتائج يعرف ده نتاج ايه؟ ده تخطيط جامعه اللي هو الاتحاد يعني بمعنى صح. حقيقة. تخطيط مسؤولين قاعدين على كرسي المسؤوليه في الاتحاد بيديروا وبيخططوا للناشئين والشباب. مش ماسكين في الانديه. ده موضوع بقى براك انت. انا بس عايز استفيد بالمعلومات دي. دي قصه لها علاقه بالاتحاد، مش ماسكين في الانديه. نادي طلع لي لعيبه، قطاعات الناشئين تشتغل، انتوا كاتحاد يا جماعه انتوا اللي بتاسسوا اللعبه، انتوا المسؤولين عن المنتخبات، انتوا اللي بتعملوا اجيال لكل المنتخبات الفتره اللي جايه. عندك اكاديميه محمد السادس زي بتشتغل بعيده تماما عن الراجا وعن الوداد وعن الجيش الملكي، ممكن لعيب ممكن يكون فلته، ممكن يكون موجود في المنتخب، بيسافروا بيشوفوا اللعيبه المغاربه اللي بيلعبوا في اوروبا، اللعيبه المهاجره منذ سنوات، ممكن ازاي يفيدوا منتخبات بلادهم في كافه المراحل السنيه. يبقى القصه لو عايز تطور وتعمل استراتيجيه للكره المصريه من راس الهرم، من الاتحاد مش الانديه. الانديه بتشتغل في كاتيجوري مختلف تماما، ولكن الاتحاد محتاج ناس تعرف تدير صح عشان نشوف نتائج فيما بعد. واللي حصل مع جيل 2008 ده حتى لو استثناء ولكن من جهد جهاز فني اشتغل بعرق وتعب عشان يطلع بالنتيجه دي. كابتن يعني زي ما قلت لحضرتك البطوله كانت قويه. نروح لتونس. تونس كان عندها على فكره الحارس مرمى بتاعها حارس كويس جدا، بيلعب في روما في ايطاليا ومتصعد فريق اول مرة معاهم فوق، حارس كبير صراحه. بعد كده عندهم خمس ست لعيبه كلهم محترفين في ليل وستراسبورج وفي واحد في اتنين في اسبانيا. بس يعني هو ربنا رضانا برضه. احنا الماتش ده زي ما قلت لك احنا نكسب 7-8. احنا وهقول لك تاني، احنا لعبنا في الماتش ده باربع طرق. كابتن احمد كان محفظ اللعيبه ومفهمهم كل وقت هيعدي ازاي. احنا هننزل الاول هنلعب 4-3-3 عادي. لا قدر الله حصل اي حاجه هغير في وقت من الاوقات العب 4-4-2، في وقت من الاوقات العب 3-4-3، وكل ده حصل في الجيم سبحان الله. وفي الاخر لعبنا 4-5-1 اخر خمس دقائق او اخر ست دقائق. يعني عشان كده بقول لك الماتش ده كان مش شغل. احنا صاحيين بناكل نايمين بنشرب بنفكر في الماتش وكل خطوه هتمشي ازاي. وبصراحه ربنا رضانا برضو. ان خلي بالك ان انت تيجي في اخر خمس دقائق او اخر ست دقائق تتعادل وتكسب وخلاص الماتش يبقى مفيش وقت، وهم اصلا مش قادرين لان هم بدنيا كانوا انهكوا تعبانين. فده برضو زي ما قلت لحضرتك هو توفيق ربنا وترتيبه لينا من اول البطوله، حاجه احنا ما كناش نحطها في الحسبان. بس بعد الماتش ده يمكن اكتر فرحه فرحناها في البطوله كلها. خلي بالك يمكن ماتش ليبيا الفرحه ما كانتش قويه لان ايه؟ يعني بعد الاول والثاني خلاص احنا ان شاء الله خلاص احنا نتقربوا. يعني احنا خلاص احنا صاعدين. احنا ما كانش فارق معانا نطلع اول او تاني مش فارق معانا. فاحنا بس ناخد 9 بونت مش مشكله. بقى المغرب هناك يتعادل المغرب يكسب مش فارق معانا، المهم ان احنا ايه نصعد. فمباراه تونس هي اللي كان فيها الفرح كله، حتى اللعيبه يعني المهم يعني ان في ناس في الجهاز كانت بتبكي بالدموع فعلا. انا مرضي يعني مش عارف اقولها ازاي، بس بكاء هستيري. فرحه غير طبيعيه. انت جيت من مش من اخر الشارع، انت يعني عارف انت مرمي بمركب في البحر وما معكش غير ايدك مش مجداف كمان. فهو سبحان الله الفرحه كانت كبيره جدا. ابتدينا بعد كده ناهلهم لماتش ليبيا، واعتقد قد كان. واللعيبه للامانه وبرضو هقول الكلام ده، اللعيبه دي فيها خمس ست لعيبه ان شاء الله بإذن لازم الله. لازم الانديه تسيبهم يحترفوا. طيب اسالك بقى، من كام حارس اخترت الحراس اللي معاك في منتخب الناشئين؟ 12. يعني انا في الاول خالص اول التجمعات كنت جبت 12 حارس وفي الاخر وصلت لاربعه وبس وسافرت. هل التسنين صعب عليك المساله شويه في الحراس، ولا حراس المرمى كانوا بره الموضوع ده خالص؟ لا كان في منهم طبعا. كان فيه. اكيد. بص يا اسطى انا مش عايز اقول تسنين برضو، انا عايز اقول ان سنهم خلي بالك هقول نقطه مهمه جدا. اتفضل. الاسوره دي بتديك، بص بقى، بتديك المستوى الرابع من 16 سنة و 8 شهور ل 17 سنة وشهرين. تاني. تتكلم في 6 شهور. ايوه، من 16 سنة و 8 شهور ل 17 سنة وشهرين.
فهو ممكن يبقى ايه 16 سنه و11 شهر. اوكي. ويبقى جوه، وممكن يبقى 17 سنه وشهر. فهم بيعملوا ايه؟ اي حد بيوصل لجريد 4 بيستبعدوه. بيستبعدوه. فللاسف دخل عاطل في بطل. ودي لازم يشوفوا لها حل. طير من عندك كام حارس؟ اتنين. كنت بتفكر فيهم ولا كانوا بعيد شويه؟ لا، كان في واحد منهم موجود. موجود. كان ممكن يبقى اساسي مثلا؟ انا قلت لك الاثنين لعبوا. الاثنين لعبوا. الاثنين اللي كانوا معايا في المغرب لعبوا. فلو كان موجود معايا كان ممكن يبقى موجود في الملعب. فدي مش بتاعتنا، ولكن برضو انا في حاجات كده بتتقال يعني على الولاد خلاص. هم يعني بصراحه الاسبوع ده ظلمت ناس، في ناس اكيد سليم. انا عايز اقول لك العدد اللي اتقال لنا على المعسكر والقايمه، انت بتتكلم في عدد كبير جدا. يعني كابتن الكاس عامل حسابه مثلا في عدد معين، انت بتتكلم اكتر من نصه اتشال. لا مش اكتر من نصه. نصه؟ لا والله. لا، تلت تقريبا او اقل من تلت. برضه تلت انت لو غاب عندك عنصرين ثلاثه بيبقى موضوع، ما بالك انت بتلت المنتخب. بيأثر. لا بص، احنا خدنا على دماغنا، احنا كل الظروف بتاعت ماتش المغرب دي كانت اكنك خدت على دماغك. رزع ورا بعض ورا بعض ورا بعض. فيعني هو ربنا مقدر لنا كده، انما الحمد لله يعني ان احنا كنا محضرين من الاول خالص. انت كنت بتتكلم في 56 لعيب اول انضمام ليك، او القوام الاساسي كان 56 لعيب. لحد ما جيت قبل السفر للظروف، ما كانوا 28، بعد كده ما لقيتش قدامك غير رقم. وانت الحمد لله قدرنا نكمل ونجيب ناس تشيل، لان احنا كنا عاملين حسابنا على حاجات زي كده والحمد لله. وفي الاول وفي الاخر ارجع اقول لك ان ربنا رضانا من عنده سبحانه وتعالى. الحمد لله. الحمد لله. ناس كتيره ممكن تقول لك كابتن احمد فوزي حارس الاهلي السابق وواحد من ولاد النادي الاهلي، بس لما راح البطوله مع حارس من الزمالك وحارس من زد، فين حراس الاهلي؟ انا اعرفك على المستوى الشخصي وعارف ان الكابتن احمد ما بيفكرش ابدا في قصه ده بيلعب فين وده بيلعب فين، بس الجزئيه دي اكيد اتسالت عليها. اهو لا، في ناس كلت وشي والله وحياه ربنا. بس انا والله يعني في الاول وفي الاخر دي بس توضيحا. ان شاء الله يكون نصيب انا هرجع اجيب الاجوان من الاول وجديد خالص، اصل انا لسه قدام البطوله في شهر 4، فانا هجيب الحراس كلها 24 25 فشهر ابريل 25 ان شاء الله. اتمنى ان طبيعي ان انا يبقى عندي جون من النادي الاهلي. خلي بالك اصل هو الانديه اللي بتاسس حراس على مستوى مصر اهلي، زمالك، مقاولين، زد انبي، اسماعيلي، اتحاد، يعني دول الانديه اللي بتعرف تاسس حراس. فانا مش هجيب حارس اسسه، بمعنى انا عايز حارس يجي يلعب. انا بتمرن كام، انا يعني معسكراتي اسبوع كل شهر، همرنه على ايه؟ فلازم يكون بيتمرن في نادي كويس قوي. انا بالنسبه لي شغلي كله بيبقى تاكتكس، وبفرجهم على ماتشات وبفرجهم على شغلهم في التمرين. مظبوط. انما مش هقدر اسس، فالتاسيس ده بيبقى من الانديه، فغصب عني انا مش انا، اي مدرب منتخب بيروح للانديه الكبيره اللي بتعرف تاسس حراس عشان ياخد منها الحراس. فطبعا اكيد ان اتمنى ان يكون في حراس النادي الاهلي معايا، اذا كان يوسف صنديد او عمر النحاس او يوسف صلاح. الثلاثه اتفرجت على اتنين منهم للامانه، يوسف صلاح اللي ما كانوش نصيب انه موجود معايا، انما لسه الدنيا مفتوحه. وانت عارف في السن ده التغيرات بتبقى كتير. كبيره جدا كتير. وسريعه. فطبعا هتفرج عليهم تاني وتالت ورابع واخدهم واشوفهم ان شاء الله. البطوله هتبقى فين؟ لحد دلوقتي مش عارفين، بيقولوا كوت ديفوار، ساعات جنوب افريقيا، وسمعنا انها في المغرب. امال الله. بص، في مشكله في موضوع المراحل السنيه 17 ل 20 سنه تحديدا، بيبقى الاتفاق ما بين الزون، المناطق الجغرافيه بتبقى عايزه ترشح جهه معينه هي اللي تنظم، والكاف ممكن المكتب التنفيذي بيبقى لسه شايف الاختيارات ممكن مش متاحه، فبيسيب القرار للمناطق هي اللي ممكن تختار التصفيات. طب لما بتيجي بقى للمراحل المختلفه، النهائيات بقى بيشوف المنتخبات اللي اتاهلت وعلى اساسها بيختار. لما يلاقي دوله كبيره من الدول ما اتاهلتش وعايزه تنظم بيديها تنظيم، دوله كبيره اتاهلت وعايزه تنظم ومفيش حد هينظم فبيديها تنظيم. فانت هتلاقي العمليه ما بين في ال 20 وال 17 بالذات تحديدا، يا مصر يا الكوت ديفوار يا المغرب. لو في جنوب افريقيا مقدمه، جنوب افريقيا اذا بقى ما تاهلتش. اذا ما تاهلتش. طيب بص، انا لحد دلوقتي مش عارف. بتبقى ليها حسبه كده. طب انا هقول لك على حاجه، انت الوحيد اللي هتعرف تجيبها من داخل الاتحاد الافريقي. اللي هي كاس العالم في شهر 7 تقريبا 2025 في قطر. مظبوط. 48 فرقه. البطوله كل سنه. ايوه في سننا 48 فرقه. مظبوط. تمام. كل سنه المفروض يتاهل 10 من افريقيا. تمام. تمام.
البطوله اللي جايه فيها 12 فرقه واللي هيتاهل اربعه بس، ازاي؟ دي بقى انت اللي تجاوب عليها وهستناها منك. هو على فكره هو كابتن احمد طرح موضوع مهم جدا وهسالك فيها واجيب لك الاجابه والله، ده لازم، وممكن اقولها لك على الهواء في الاسبوع اللي جاي. ده لازم، لان الموضوع شائك بس جدا. بس فكره كاس العالم، هو كاس العالم كل سنه في المراحل السنيه دي، خلاص بقى كل سنه، كل سنه في قطر، بس 48 فرقه في قطر، 48 فرقه، ده على الفيفا منزلها على الصفحه بتاعتها، 48 فرقه في قطر لمده 5 سنين، لل 17 سنه رجال، 17 سنه سيدات، لمده 5 سنين 48 فرقه في المغرب كل سنه برضو. فازاي بقى احنا نلعب 12 فرقه في افريقيا؟ نروح اربعه ونروح اربعه؟ لا نسال فيها، ده لازم من عنايه الاثنين خالص. الله يكرمك. طيب هسالك تاني يا كابتن احمد على فكره، اجيالكم لما كانت بتلعب في منتخبات الناشئين اختلفت الظروف والعوامل اللي تساعد المنتخبات زمان عن دلوقتي؟ بالامانه المنافسه بقت اصعب في افريقيا. بالامانه، بالامانه. لان احنا مثلا على ايامينا كنا معظم ماتشاتنا اثيوبيا، اوغندا، يعني كنت بتلاقي 3 4 5 فرق هم اللي واقفين على رجليهم. مثلا كوت ديفوار، نيجيريا، غانا، كانت الفرق دي بتبقى قويه جدا جدا. المغرب وتونس خلي بالك ما كانوش قويين، انما دلوقتي لا، انت عندك المنافسه بقت قويه جدا مع شمال افريقيا الاول، وبعد كده المنافسه في افريقيا لا بقت اقوى من الاول. ومن كتر اللعيبه ما بتطلع اوروبا دلوقتي برضو بيعملوا زي المغرب وتونس والجزائر اللي هم المجنسين بيلعبوهم برضو باساميهم. فالمنافسه بقت اصعب على الولاد. الكوره بقت اصعب من الاول، ما بقاش في مهارات قوي قد ما فيها قوه وسرعه وتحرك. اكيد. فاعتقد لا، دلوقتي الدنيا اصعب شويه. اصعب دي من وجهه نظري. احنا كان على يمين الدنيا اسهل الى حد ما. كابتن احمد انت نورتنا وشرفتنا حبيبي محمد، وجودك النهارده معانا كان مهم جدا عشان نبارك لك على هوا وفرصه تحكي الدراما اللي انتوا عشتوها في البطوله في الله المغرب. يكرمك يا استاذ محمد، ومتشرف يعني انا فعلا مبسوط ان انا معاك، واتمنى ان انا دايما ابقى معاك ودايما تبقى ناجح ومكسر الترند ومكسر الدنيا. الله يخليك ليك يا رب ان شاء الله، وبالتاكيد هجاوب لك على السؤال بتاعك الاسبوع الجاي ان شاء الله. منتظر ان شاء الله باذن الله. لعل وعسى يمكن التصفيات كلها الفرق كلها تروح. يا موسى، يا موسى على الله ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن احمد فوزي، مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين مواليد 2008. الى هنا وصلنا لختام الحلقه، وبالمره كمان ختام الاسبوع. باذن الله يتجدد اللقاء يوم الاثنين المقبل، يوم الاحد مش هنكون معاكم في استوديو تحليل مباراه الاهلي والبنك الاهلي. نتمنى التوفيق يا رب لفريق الكوره، مكسب وثلاث نقاط مهمه جدا في مشوار الدوري العام. ولكن بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في حلقات اخرى قادمه لبرنامج الترند. شكرا والى اللقاء.